إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الناظور. خوتي صباح الخير عليكم، صباحكم مبروك وجمعة مباركة للجميع. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب، ونتمنى من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء ونبداو حياتنا من جديد ورجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله يا رب. إذا متتبعينا، شنو رأيكم في عدم تواجد أي فريق من مدينة الناظور أو إقليم الناظور في القسم الأول أو على الأقل في القسم الثاني؟ كما كيعرف الجميع مدينة كبيرة بحال مدينة الناظور مدينة سياحية واقتصادية وكل شيء فيها، ولكن للأسف عدم تواجد أي فريق في القسم الأول أو على الأقل القسم الثاني. من العيب والعار نشوفوا مدينة الناظور أو إقليم الناظور لمنطقة سياحية واقتصادية بامتياز، ما نجبروش فريق في القسم الأول أو في القسم الثاني. هادشي كله سبب تطاحنات سياسية بزاف ديال الحوايج الجميع كيعرفها، بزاف ديال الصراعات والجميع وكل شيء كيعرف هذا الشيء هذا، والضحية هما الفروق، والضحية هما السكينة، والضحية هما الجمهور الرياضي. كما كيعرف الجميع في مدينة الناظور كاين واحد الجمهور كبير رياضي اللي كيعشق كرة القدم والرياضة بصفة عامة. حرام نحرموا هاد الساكنة هادي أو هاد الجمهور الرياضي من عدم تواجد أي فريق في القسم الأول أو على الأقل في القسم الثاني بسبب الصراعات الحزبية والسياسية والشخصية والتطاحنات. هذا الشيء اللي يجعل نشوفوا الرياضة الناظورية في الظلام. هذا الشيء اللي خلى نشوفوا الرياضية الناظورية كما كنقولوه الرياضة الناظورية انقرت. الجميع فاش كيقول كيسمع السمية ديال الهلال الرياضي الناظوري، وما أدراك ما هلال الرياضي الناظوري سنوات الثمانينات، الكل كان يضرب له ألف حساب. كنهضروا على فريق الهلال الرياضي الناظوري آنذاك عندما كان يتواجد ب قسم الصفوة قسم الأول، فريق هلال الرياضي الناظوري الفريق الذي كان لا يقهر، الفريق لا يرحم داخل الميدان. ديك الوقيته فاش كانوا كيجيو كيلعبوا فرق كبار في مدينة الناظور إلى خرجوا غاب التعادل مع الهلال الناظوري بحال اللي انتصروا فرق كبار، فرق كبار لا داعي لذكر الأسماء. هاد الفرق هادو فرق كبار لعبوا هنا في الناظور مع فريق الهلال الرياضي الناظوري، اي فريق هنايا كان كيجي كينهزم، اي فريق هنا كان كيجي كينهزم هنايا مع الهلال الرياضي الناظوري. الى خرجوا غاب التعادل من هنايا صافي، يعني بحال اللي انتصرتي على الهلال.
وما أدراك فريق الهلال الرياضي الناظوري آنذاك سنوات الثمانينات. وما نساوش أيضا الفارق الآخر هو فريق الفتح الرياضي الناظوري. فريق الفتح الرياضي الناظوري كان ينشط بالقسم الوطني الثاني آنذاك. فريق الفتح الرياضي الناظوري فريق كان قبل قوسين الصعود إلى قسم الأضواء عندما احتل المرتبة الرابعة بفارق نقطتين على ما أظن من محتل المركز الأول آنذاك. شف سنة 2004 2005 علاش ما نشوفوش واحد من هاد الفروق العريقة اللي كتواجد في مدينة الناظور في إقليم الناظور؟ فريق الهلال فريق الهلال طبعا علاش ما نشوفوش الفروق هاد الفروق الرياضية من هاد الجوج؟ نشوفوا الفريق بحال فريق هلال الرياضي الناظوري او الفتح الرياضي الناظوري في القسم الاول او على الاقل في القسم الثاني. من عيب والعار من عيب والعار نشوفوا مدينه الناظور ما فيهاش فريق في القسم الوطني الاول او على الاقل في القسم الوطني الثاني. نتمنوا من المسؤولين ونتمنوا من المنتخبون يخليوا الصراعات الشخصيه الصراعات الحزبيه والتطاحنات في واحد الجانب اخر وينوضوا ويخدموا وتكون عندهم غيره على المدينه وعلى الاقليم يديروا اليد في اليد ويتعاونوا مع بعضياتهم ويتحدوا مع بعضياتهم ونشوفوا على الاقل فريق في القسم الاول أو في القسم الثاني. علاش ما نشوفوش فريق الهلال الرياضي الناظوري أو فريق الفتح الرياضي الناظوري في القسم الأول؟ أشنو نقص هذه المدينة هذه؟ أشنو نقص هذا الإقليم هذا؟ اقتصاديا سياحيا شنو نقص؟ فينا هو المشكل؟ فينا هو الخلال؟ فينا هو الخلال؟ إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي وصلنا نهاية البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.